التصعيد الحالية الجارية في المنطقة تنذر بالدخول في أتون حرب إقليمية شاملة لن تبقي ولا تذر. المنطقة تواجه مخاطر حرب شاملة ستطال الجميع، مخاطر حذر منها وزير الخارجية المصري والتركي في ختام زيارة الأخير للقاهرة، زيارة تأتي في ظل مشهد إقليمي بالغ الخطورة وسياسة تصعيد إسرائيلية غير رشيدة. رسالة واضحة للعالم كله بأهمية العمل بأسرع وقت ممكن من أجل بالتأكيد وقف هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، والعمل أيضا على الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية والصحية دون أي مشروطية. نتنياهو لا يريد سلاما، نتنياهو يريد أن يحرق المنطقة برمتها. إسرائيل وإنما تسعى إلى العنف والتوسع. استقبله الرئيس المصري فدعا إلى ضرورة تضافر الجهود لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ولا تضغط التطورات الإقليمية على جهود إنفاذ المساعدات الإغاثية لأبناء القطاع، مساعدات شاهدها الوزير التركي ممنوعة من الدخول، وكأن الجوع صار سلاحا إسرائيليا يقتل المزيد من أبناء غزة. إن إسرائيل مزعجة جدا من إيصال هذه المساعدات، لأنها تريد أن تقتل الفلسطينيين الذين لم تستطع أن تقتلهم بالأسلحة والقنابل عن طريق تركهم جوعا والعطش أيضا. عاد جسر التواصل بين القاهرة وأنقرة عقب زيارة للرئيس التركي إلى مصر في فبراير الماضي لتنهي عقدا من القطيعة بين البلدين، ولتدفع نحو علاقات سياسية واقتصادية أعمق بين مصر وتركيا في ظل توافق بينهما بشأن حل القضية الفلسطينية على حدود عام 67 كركيزة لإحلال السلام الشامل للمنطقة المشتعلة بالصراعات. بدأ وزير الخارجية التركي زيارته لمصر من أمام معبر رفح، وضعا بذلك الحرب على غزة على رأس أولويات الزيارة، فيما تؤكد القاهرة وأنقرة أن أنهاء العدوان وإدخال المساعدات يشكلان أولى خطوات خفض التصعيد بالمنطقة. مينا حبيب، قناة الغد، القاهرة.